السلام عليكم. إذا احنا في درس جديد إن شاء الله ديال الميكرومتر. الميكرومتر اللي هو واحد الانسترومون دو ميزور دو بريسيزيون اللي ابيلي اوسي بالمير. إذا هذا الانسترومون هذا اللي كيحتاجو أي ميكانيسيان باش أنه يعبر لي كود ديالو اللي كيكونو تخي بريسي. امبلوا c'est un outil de contrôle de précision, encore appelé palmaire, dont les éléments principaux sont. Idem, allez-je qui est le micromètre. Le micromètre, il y a des parties, vous avez des parties. Idem, il y a un bouton de friction, il y a une partie de douille montée, il y a la douille, il y a un bouton de blocage. Génératrice graduée en millimètres, la touche mobile, yadi, maintenant la touche fixe, maintenant le corps, adawa le corps bien sûr ou le jessad ou le kansmio, ou la pièce principale, l'équipement tafeha, gaad le mécanisme, ça va? Bien, qu'est-ce qu'on t'appelle là les parties de la micromètre pour mieux comprendre, allez, je comprends après. Voilà. Lecture d'un micromètre de précision au 1 centième de millimètre. Idem, la précision de l'instrument est là. Il voit le palmaire qui est le 1 centième. Yani, millimètre, quand on se met à la 100 graduation. La brille d'un volo, la 100 unités. Idem, la précision qui est le 0,01. Il y a la précision de le micromètre. Idem. Remarque. Un tour de la douille correspond à un déplacement de 0,5 mm. Idem. Ce n'est pas la douille. La douille, il y a de la partie. Il y a de la partie. Un américain d'ouvra. Le dachel fait une vis. Ça fait qu'il y a un écrou. Idem. L'américain d'ouvra. Il y a de la douille. Il y a une vis. Il y a d'ouvra. Il y a une vis. شي قرعه ولا كنسد البوشون ديال شي بوتاي. اذا الا دورت على اليمين كتبقى تزيد لقدام، الا دورت على اليسار كتبقى ترجع باللور. اذا كيتحل الميكرومتر يعني في لاتوش موبيل ديال. اذا انا الا دورت الدوره بار اكزومبل من 25 دورت الدوره حتى ل 25، الميكرومتر يا اما ترجع على حسب الدوره ديالي. الا درت على اليمين راه كيزيد لقدام، الا رجعت على اليسار كما قلنا راه كيرجع للور. اذا الا دورت ان تور كومبلي بحال كيتديبلاصا كيتديبلاصا بنص مليمتر، يعني كل دوره كيتديبلاصا بنص مليمتر. يعني هنايا كنهضروا على ياس على ان هذا الميكرومتر هذا يعني لو فيلتاج ديالو ولا لو با دو فيلتاج ديالو هو 0.5 مليمتر. هنا لو با دو فيلتاج غادي نفهمو من بعد، غادي ندخلو للدروس ديال الفيلتاج والطاروداج بيان سور. Donc, deux tours est équivalent à un déplacement de 1 mm. Il y a un déplacement de la touche mobile. Il y a un جوج مضروبة في 0.5 هي واحد، يعني واحد مليمتر. فوالا. إذا كوم لا دوي كومبورت 50 غراديواسيون، إذا هاد لا دوي هادي فيها 50 تدريجة. دو تور كوريسبون أ 100 ديفيزيون، يعني جوج دورات كيعطيوني شحال من تدريجة، فيها 100 تدريجة. أنسي نو زافون 100 ديفيزيون بوغ أن ديبلاسمون دو 1 مليمتر. سو كي أونتخاين كو شاك غراديواسيون إي إيكال أ 1 سنتيم دو ميليمتر. إذا أنا عارف باش يبين لك بأن راه كل تدريجة في هاد، كنهضرو ديما على هاد لادوي من 25 لهاد الجراديواسيون اللي حداها، كديبلاصها بشحال؟ بصفر فاصلة صفر واحد اللي هي 1 سنتيم. صافي. أون باس برومي إكزومبل، كيفاش نقرا هاد الميكرومتر ولا كيفاش نقرا لا فالور ديالي؟ هذا هو أهم حاجة اللي خصني نعرف. أهم حاجة شنو هي؟ وهي كيفاش نعرف نشد لا بيس ندير ليها مانتيان، يعني مانتيان كوريكت بور لا ليكتور، و ميم طون نعرف كيفاش نقرا الميكرومتر ديالي. إلا عرفت هاد جوج حوايج هادو
ان ما تغلبني حتى شي كوط واخا تكون بريسي كيف ما بغات تكون سي بون. اذا لو بروميي اكزومبل لي سور لا جينيراتريس تاع دي ال نومبر اونتي دو ميليمتر. اذا كنمشي انا للجينيراتريس دابا غادي نهضروا على هذا لو طومبور هذا غرادييتي، هضرنا على هذا على هذا لادوي غرادييه، دابا غنهضروا على هذا لو طومبور غرادييه. اذا عندي هذا الطومبور غرادييه شحال فيه هنايا 25 30 35 شنو كيعني والو. الفوق عندي هما لي ميليمتر هادو 25 30 35 هما لي ميليمتر، والتحت هما الانصاف ديال الميليمتر. مثلا هذه 25 هذه 25 ونص، هذه 26 هذه 26 ونص، 27 27 ونص، 28 28 ونص، 29 29 ونص، 30 30 ونص، وانا غادي سي بون. اذا انا في لا ليكتور هنا ديالي خصني نركز على جوج مسالات، خصني نركز على لو نومبر ديال لي ميليمتر العدد ديال لي ميليمتر اللي عندي، وخصني نركز كذلك على الانصاف ديال لي ميليمتر. الا بان الا كان عندي هنايا بار اكزومبل بحال المثال الثاني اللي غادي ندوزو ليه هذا اللي كاين هنا، كيبان لي واحد المليمتر الفوق ولكن اللي تحتها هو باين لي واحد نص مليمتر. اذا هنايا خصني نزيدو، خصني نقول عندي 35.5 عاد نزيد عليه داكشي اللي غنقرا من بعد في لادوي. مثلا نمشيو ايطاب بار ايطاب. اذا هنايا شحال عندي من مليمتر، غادي نشوف حد هنا شحال عندي، هنا 35 36 37 مليمتر. اذا ليغ سور لا جينيراتريس غرادييه لو نومبر اونتي دو مليمتر شحال عندنا من مليمتر، قلنا عندنا 37 مليمتر. من بعد كنزيد كنمشي كندير ريبيري لا غرادياسيون دو لا دوي كي اليني ا لا جينيراتريس غرادييه اون مليمتر. اذا هنايا كنشوف فينا غرادياسيون هذه اللي جات مقابله مع هاد لا جينيراتريس هذه اللي جات مقابله مع هاد الخط هذا سي بون. اذا هنا في هذه الحاله عندي 25 هي اللي جات مقابله مع هاد الخط هذا سي بون. اذا هنا خصني نقول بان عندي 25 سنتيم، يعني 0.25 دو ديزيام ايدمي سي بون. اذا هنايا غادي نقول عندي 25 تدريجه، هاد 25 شنو هي؟ راهي اجوتي او نومبر اونتي دو ميليمتر لا فالور سو لا دوي. اذا هاد 25 راهي 0.25 ماشي 25 فهمنا. يعني الا بغيتي تاجوتيها على هاد لا فالور هادي خاصك دير لها ما تنساش تزيد زيرو هنايا، لحقاش هاد لي فالور سو اون سنتيم سي بون. خاصك تقسمها على 100 بالعربيه سي بون. اذا اي شيفر شتي هنا خاصك تقسمو على 100 عاد تزيدو على هاد تزيدو على هاد لا فالور اللي عندك اللي لقيتي ديال لي ميليمتر هادي 37 سي بون. اذا في التوتال شحال عطاتنا؟ عطاتنا 37.25 مليمتر سي بون. اذا ندوزو للمثال الثاني. المثال الثاني كيقول لك ليغ سور لا جينيراتريس غرادييه لو نومبر اونتي دو مليمتر. هنايا شحال عندي مليمتر؟ هنايا حد هنا 35 ياك، راهو 35 مليمتر، وهذا اللي باين لي هنا هي 36. اذا عندي 36 مليمتر، كنقول عندي 36 مليمتر. من بعد اجوتي لي 2 مليمتر لحقاش هنا هو كيبان لي واحد النص شتيه. اذا 35 ونص، اذا هنا خصني نزيد هذاك النص مليمتر اللي كيبان. اذا هنا 36 نزيد عليها 0.5 هي شحال ولات؟ 36 ونص. من بعد عاد نجي نشوف شحال عندي هنايا. اذا هنا 30 35 36، اذا عندي 37. هاي 37 جات في التدريجه رقم 37. 37 مقسومه على 100 هي 0.37، وغادي نزيدو على هذا الشيء هذا نشوفو شحال عطاتنا. 0.37 زائد 36.5 شحال عطات؟ هي 36.87. اذا هذا هو ولا هي لا فالور اكزاكت ديالي ديال لا ليكتور سي بون. اذا الى كنظن ان هادشي واضح. اذا هنا كيوريك لا بريزونطاسيون ديال الماتيريال ولا بغيتي يعني تستعملو كذلك في ليتيليزاسيون دو كونترول لا في لا فيريفيكاسيون دي كود. اذا لو ماردر من بعد غنشوفو هاد الانسترومون وندخلو ان شاء الله في لاتوليي، ولا ندخلو دابا في الدروس ديال التراساج والدرس ديال التراساج. غادي نشوفو لي زانسترومون التراساج، راه كاين هذا هذا راه عندنا في لاتولي، راه هو اللي الوسط جمع بين وسط لي زيتو، هو اللي كبير الوسط كيتسمى لو ماربر. هذاك لو ماربر ما كنضربوش فوق منه، ما كندريسيوش فوق منه، ما كنبوانتيوش فوق منه. الماربر يسير بور لو كونترول، لو كونترول ديال اش ديال لي بياس بلان او ميم طون لو تراساج فوق منه كنديرو لو تراساج ديال لي بياس. اذا سي ان انسترومون دو تراساج اي دو كونترول صافي. اذا
هنا لو ميكرومتر، كيفاش ندير الكونترول الا بغيت نتاكد بان لا كوت ديالي راها مزيانه، ولا كيفاش بغيت يعني نعرف راسي بانني رانا كنخدم مزيان بالميكرومتر ورانا ما كنكونترولي به مزيان. قال لك بلاصي لا بيس ا ميزوري خلي توش فيكس اي موبيل. اذا اول حاجه وهي انني هاد لا بيس كنحطها ما بين هاد لي دو توش. بيان سور الميكرومتر خصو يكون اتالوني، يعني كيفاش الا جمعتو وقاست هاد لاتوش هاد لاتوش، يعني كان هاد لاتوش موبيل مع هاد لاتوش فيكس تجمعو وتقاسو مع بعضياتهم، هاد الزيرو هذا خصو يجي مقابل مع هاد الزيرو هذا، سي بون، مع هاد لا جينيراتريس ملي نجمعو كامل هاد الزيرو خصو يجي الى جا ديكالي. من بعد كنديرلو ليطالوناج. ليطالوناج هو انني كنشد ملي كنجمع هاد ليتوش الا لقيتهم ديكالي، مثلا ما جاتنيش الزيرو هنايا، جاتني باغ اكزومبل 7 ولا 8. من بعد كنجيب واحد السويريت كتكون واحد الثقيبه اللور فهاد الطنبور، كتخشي فيها داك السويريت وتدور على اساس ان الزيرو هذا يجي مقابل مع هاد الخط هذا. من بعد صافي راه كدير لي طالوناج ديالك وكتبدا خدام بالميكرومتر هادي. سي بون، اذا اول حاجه قلنا كنبلاصيو البياسة ما بين لي توش فيكس و توش موبيل ديال الميكرومتر بحال هكا. البياسة هنايا فهاد لوكا هي البياسة الليمونية ولا هي المنطقة الملونة بالليموني. سيري موديريمون لو بوتون دو فليكسيون ان فيريفيون كو لي توش سون بيان اون ابوي. اذا هنايا خاصني نغير، ولكن ما نغيرش بزاف، موديريمون غير شوية، سي بون. الا غيرت بزاف غادي يخرج عليه في الباج فيه رقيق، وانا غيرت بزاف يقدر يتابيما ما يبقاش يدير لك الكونترول، اذا غيولي في الريفورم. سي بون، اذا سي فريمون دي مون لي بوتون بشويه بشويه لا فيريفيكاسيون دو توش سون ابي. اذا خصني نفيريفي بان لي توش لي دو توش توش فيكس و توش موبيل راهم جوج اون ابي مع لا بيس. سي بون، اذا هنايا لادوي تيل اوسي مونتي بو فاسيليتي سولمون لو ديفيران. اذا هذيك لادوي اللي هضرنا عليها وهي هاد لادوي اللور كنلقى فيها مونتاج. شنو هو المونتاج؟ المونتاج هو التحراش اللي كاين هنايا، كتسمى مونتاج، كنديروه في التور. ملي ندخلو للموديل ديال التور غادي نشوفو لو مونتاج براتيك اي تيوريكمون. اذا ايموبيليزي لا توش موبيل على يد دو بوتون دو بلوكاج، هنايا كنبلوكي هاو عندي هنا هاد السويليت هذا هو اللي كيبلوكي ليا لاكورد باش مكيبقاش يتحرك ليا هذا. اذا ملي كنبلوكي هنايا كنقرا لا فالور ديالو من بعد. اذا هنايا قالك لي خصو لا جينيراتريس كيف ما كتبنا لو نومبر اونتي دو ميليمتر سويت situé à gauche du zéro de la douille. Idem, quand on prend le nombre entier de millimètres, l'imbed la douille. C'est-à-dire la douille d'Yali, l'imbed à neige, elle est 10 millimètres, ou quand elle est l'étal en sauf de millimètres, il est canon. Repérer la graduation de la douille qui est alignée à la génératrice graduée en millimètres. Idem, هنايا من بعد كنجي كنريبيري فهاد لادوي شكون هي التدريجه اللي جات مقابله مع الخط ديال الطومبور جرادوي. اذا هنايا كنشوف شكون هي اللي جات مقابله فهاد المثال هذا 25 هي اللي جات مقابله فهاد المثال هذا، وحنا شفنا بان 37 هي اللي جات مقابله مع لا جينيراتريس ولا الخط ديال الطومبور. سي بون، اذا غنجي سولي اليني على جينيراتريس ديال الجرادوي ajouter au nombre entier de millimètres la valeur sur la douille. Idem, on a déjà zid à la dexi li عندي ديال millimètre la valeur li لقيت هنايا باش كنعرف بان راه العبارات دي عندي نيشان. سي بون، إذن هنايا طونك حنايا ما عندناش لانسترومون ديريكتومون، اختاريت هذا الفيديو هذا في يوتيوب على اساس انني ناخذ منه بعض التمارين ليكم. سي بون، اذا هنا الى بغينا نشوفو راه هما عندنا لي بارتي ديال الميكرومتر، لي بارتي ديال الميكرومتر لا بغيت تقلوهم لو كور توش فيكس توش موبيل. عندي ديسبوزيتيف دو بلوكاج، عندي لافونس رابيد، هنا لو طومبور جرادييه ولا لادوي، هنا لي ليميتور دو كوب. اذا من الاحسن تشوفو لي جرادياسيون اللي عندكم في البي دي اف، هادو ما تشوفوا لي كونستيتيوشن ديال الميكرومتر اللي عندكم في البي دي اف. ما ديوش على هذا لحقاش بيان سور لي ان بو
عنده دي نون سبيسيو. سي بون. اذا غادي ندوزو وغادي نشوفو هنايا لحقاش لقيت هاد الامثله هنايا زوينين. اذا ملي غادي يبدا يدور هنايا بيان سور هنايا لادوي فين يبدا يدور هنا فوالا. اذا لادوي ملي كتبدا تدور انت كتشوف الميكرومتر كيتحل هنا شتي كيدور على الليفر او الميكرومتر كيتحل وهنا لاتوش تاهي كتحل. شوف ها لاتوش كتحل باش تدخل البياسه ديالك هنا ما بين لاتوش فيكس ولاتوش موبيل. سي بون. اذا انا غادي نوقف ندير بوز وانت غاتاخد ورقه وستيلو في الدار وغادي تكتب لي شحال عندك في لاكود. سي بون. اذا مثلا هنايا انا غادي نصحح نقول لك هاد لاكود شحال ولكن انت قبل ما نصحح هنايا دير بوز وكتب شحال عندك في الميكرومتر دابا كتشوف. سي بون. هل عندك في الميكرومتر دابا كتشوف باش يكون العبارة باش تأكد بأنك راك فاهم ولا راك ما فاهمش. أسيدي في هاد لا فالور هادي ولا في هاد لا ريبريزونطاسيون لي عندي هنا لا فالور ديالي هي عندي 1.42 41. إذا 2 مليمتر فاصلة 41 2 مليمتر فاصلة 41 ولا 2.41 مليمتر. هاي بيان سور راه بانت هنايا. أو تاني ناخدو مثال آخر هذا ماشي هذا إنما ناخدو هاد المثال. إذا هنا شحال عندي 1 2 ولكن هنايا عندي 0 شحال نقول عندي عندي 1 2 ولكن هنايا شوف هاد ليسباس هذا راه عندو راه كيساوي واحد لافالور يعني راه هنايا عندي واحد النص راه باين نورمالمون حيت هنايا عندنا هاد لا ريبريزونطاسيون سو فورم دان ديسان ما كتبانش مزيان. اما هنايا النص كون كان عندي ميكرومتر راه باين. علاش؟ لحقاش انا عندي واحد لا فالور تقريبا اللي كتساوي النص ديال هاد الطول هذا من هاد الجراديوسيون ديال الجراديوسيون. شتي؟ اذا هنايا تنقول عندي 2.5 وهنايا 0 يعني 2.50 2.50. سي بون. اذا فوالا نبداو نشوفو مثال اخر نوسعو الميكرومتر شوية نشوفو هاد لافالور هادي فوالا نشوفو هنا فوالا نحبسو هنايا. اذا هنا شحال عندي هنا عندي 1 2 3 4 كنحط 4 مليمتر كيبان ليا شي نص ها هو باين واخا راه قلت لكم البيلا هذا راه سو فورم دان ديسا راه ما كيبانش ليا مزيان انا واش باين الخط ولا ما باينش ولكن انا راه كيبان ليا. شوف نتوما الا ما بانش ليكم ولا شي حاجه. اذا انا عندي شحال 4 وهنا يبان ليا نص. اذا 4 حطيناها كندير فاصله 5 هي 4.5 ومن بعد كنجي كنحسب لو نومبر ديال لي سونتيام لي عندي هنا. هنايا 1 2 3 4 هاد 4 ديال سونتيام كنقسمهم على 100 شحال عطاو 0.04 وكنزيدهم على هاديك لافالور اللي عندي ديال 4.5 ياك هي شحال هي 4.54 ملي لحقاش هادي يمكن لا فالور اكزاكت هذا راه فين كنا. اذا هنايا راه 4.54 ملي هي لا فالور ديالي. واحد القضيه اخرى كيف ما كتشوف هنا شنو عندنا عندنا 0.25 0.25. هاد الميكرومتر هذا كيعبر ليا غير من 0 ل 25 ملم. كاين ميكرومتر اخر الا بغيت نعبر عاوتاني من 25 ل 50 ملم وكاين ديال 50 ل 75 وكاين ديال 75 100 وكاين ديال 100 175 وكاين ديال 100 125 كاين 100 150 كاين 125 150 150 175 175 200 225 وانت غادي ديما ب25. سي بون. حتى كتلقى الميكرومتر اللي كيجي لك مع ديك لافالور ديالك وكتخدمو بيان سور باش تكونترولي لابيس ديالك. اذا نشوفو هاد لافالور اللي عندنا هنا. هاد لافالور عندي 1 2 3 4 4
مليمتر، كنحط 4 مليمتر وكندير فاصله. كيبان ليا شمس، انا كيبان ليا انا نزيدو من 4.5، وغادي نزيد عليه العدد ديال لي غرادياسيون ديال شحال عندي، 1، 2، 3، ها انت الخمسه، حتى لهنا 5، 6، 7، 8، 8 غادي نقسمها على 100 هي 0.08، وغادي نزيدها على 4.5 صافي، هي شحال؟ هي 4.58، ها هي لا فالور ديالي. سي بون، اذا هذا كل شيء بالنسبه للطرف ديال الميكرومتر. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وشكرا جزيلا الى لقاء اخر.